انا سميتي عبد القادر فاتين زياده 71 5 5 71 احنا انا بغيت نرد على هذه السيده انا غنعاود لكم من الاول هذه السيده مشينا خطب انا اللي مشيت خطبتها في 2001 انا اللي مشيت خطبتها في 2001 جنا على دارنا ماتت بمي في 2001 مشيت خطبتها حنا مشيت خطبتها انا انا وخوتي هذه السيده اللي كتقول لك مسخط الوالدين كاين شي واحد مسخط الوالدين غيخطب لباه في ظرف 4 شهور ما كاينش ما كاينش ونتحدى اي واحد انا مشينا خطبنا ليه وجنا ليه مراه بركات معاه حنا جناها بحال الام ديالنا حطيناها بحال الام ديالنا كاين غير انا الدار ما بارك فيها حتى واحد بارك فيها غير انا والاب ديالي وهي خوتي حتى واحد ما كاين ما كاين لا نزاعات لا والو هاد السيده نهار اللي دخلت دخلت عن طاموع، حيت انا من بعد غادي نوريكم بان هاد السيده دخلت عن طاموع، هاد السيده بدينا معاها مشينا خطبناها جينا انا ب 2004 مشيت سافرت مشيت ليطالي ما جيت حتى ل 2008 الوقت اللي جات في 2008 العلاقه مزيانه كنت انا لهين با دار عمليه صيفطت لي انا الفلوس انا والاخ ديالي الكبير المهم داكشي ما كيدقاش داكشي على الوالدين بقات المسيره غاده في 2014 توفى لنا الوالد الله يرحمه نهار 3 3 2000 الفينو... المهم 2014 توفى الوالد ديالنا هي ما حضرتش للموت كانت كانتش كانت بوسكوره الا ما قابلاته ما والو هي ما كتقابلوش اصلا عمرها ما قابلاته ونتحداها انا ونتحداها ونجيب لها الشهود هنا في نتحداها هنا وراه عائلتها عارفه هادشي نتحداها الى عمرها قابله تبا با داك النهار صبح مريض وانا هزيتو راه كاين الوراق كاين الادله كاين كلشي هزيتو انا وديتو للسبيطار باش ندوز ليه عند دكتور خاص ديتو للسبيطار باش ندوز ليه عند دكتور خاص كملنا جيت ما لقيتهاش الوقت اللي قلت للوالد قلت لي راه ما سولت المدام ديالي قالت لي ما كيناش. مشات المهم بعد كانوا بات تقريبا حط دخلنا مع 12 باقي ما كاينش الغدا بات خلاتو الموت صراحه عيط عليا بركت انا وياه في الصالون الفوق عطاني السوار ديال البيت ديالو يا راه عارف هادشي عطاني السواروت عطاني درت سواروت قلت ليه مال قال لي انا راه بغيت نقول شي هضره وني ماقدرش نقول قلت ليه قول ما كاين حتى شي موش قال لي المسامحه سمحوا لي انا راه قلت ليه با لك انا الوقت حنا مسامحين مع بعضين حنا مسامحين لك دنيا ودين حنا هزينا با انا مني كنا صغار وبقينا معاهم حتى دفناهم بجوج دفنا الام ودفنا الاب الله يرحمهم المهم توفى الوالد الله يرحمه توفى مع الجوج قسمين هي ما كيناش حنا كنغسلو في الاب لداخل جات جات هي جا خوها جات واحد جا مهم جا شو خوتها دخلوا جات هي دخلوا دخلات مهم عارفه المراسم ديال الوفاه وداكشي الشيء مشينا دفنا الاب ديالنا راح موجينا درنا اللازم من بعد من بعد اربع ايام باقي الناس العزايه كيجيو السيده خرجت من هنايا حدا البوسطه هادشي بالتوثيق وكاينين الملفات في الكوميسيريه يلاه مات الوالد باربع ايام حصلت مع مع العاشق ديالها في حدا الطرامواي شديت أنا جاوا البوليس حضروا البوليس دخلوا حتى للدار دخلوها البوليس انه كيطلبوا الناس ضربت ضربت هي دي والعاشق ديالها ضربت العاشق ديالها ضربته وجا هنا وبقى يطلب من مني القضيه في هذاك الشيء دخلوا الناس سامحنا من بعد هذيك ديك, ال... ديك الواقعه بركت معايا انا من 2014 حتى الـ 2018 تاكل وتشرب معايا واكلين شاربين بخير من العام عام كنصيفطها هي وهذه الاخت والمدام ديالي وولادي كنصيفطهم يخيموا من العام 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 الاخر اختي 2018 بحال السيده شي وقع لها كنا مشينا سولنا على الكونت ديال بانا الله يرحمه في البنكه قلنا لي واحد الكونت كان هنايا كاين قال لك عطوني واحد المهله هذا راه الوقت وراك عارف الوقت طويل داكشي المهم حنا ميكنا على داكشي تعيط عليا السيد انا وخويا الكبير مشينا عنده كيدير قال لك اودي الكونت كان هنا تحول في, في, تحول في في, في الزوجه ديالو في الاسم ديال الزوجه ديالو في درب السلطان علاش قال لك وا عبا حيت كان الله يرحمه ما كيعقلش هو راه عارف هادشي راه كانت كتكون باركه معاه هي وكيقول لها شوف النموره ديزين شوفوا طواجنها أه الله يرحمه المهم داك الشيء عارفه هي المهم حنا سكتنا هذيك القضيه مشينا انا كنت مسافر مشيت على لاله ديت شي سلعه وجيت جيت طالعين معايا شي اصدقاء مع الدروج كنلقاها في الدروج هنا في الدروج غدا هابطه هي خوها ومرت خوها وبنت خوها والدريه اللي مربيين هذيك الدريه صغيره كتقول لك فين قلت لها فين غادي قالت لك اودي حنا راه غادي ندي الحوايج نصبنهم في بوسكوره راه قلت لها كاين الماء هنايا والعيد هذا قالت لك لا راه معاها الضوء دو... الماء وداك دكشي... كيجي غالي والله ما نديرو ليه قلت لها لي صافي سيري وانا نقول لها فينا ما قضيت الفلوس اش درنا فيها نقص خوها قال لي شوف راه غادي نفكو مع دوك نفكو مع دوك الناس اللي عندهم البهيم وداكشي الشيء غنفكو داك اللي داير انا وياهم وغتجيب لك الفلوس ديالهم يعني بخمسين الف درهم اللي كانت عدا ديالي من بعد العيد ما جاتش دازت عشر ايام كنتفاجئ و جات كنتفاجئ انا جاتني استدعاء ديال الضابطه القضائيه بانني انا حبست عليها الدار وسديت عليها ال... بدلت عليها هادشي في 2018 بدلت عليها الدفه وسديت عليها الدار وهزيت عليها جنويه وجريت عليها مشيت لعند الضابط القريب ما جاتش السيده مشيت عندهم حبسوني تمايا جاو داروا بحث ميداني جاو داروا بحث دقوا ما كاين تمنو منه حتى حاجه مشينا تمايا عمر مشى الدوسي تحفظ انا عمرني ما جريت عليها انا كانت واكل تاكل كتشرب معايا انا كانت واكل وشاربه معايا انا والسبب شوفيها هي اختي اختي شنو هو السبب السيده حيت حنا ملي عندنا كان كان على الفلوس وعلى الكونت السيده بحال لا بان خاصها تدير شي شي عربة ولا تيمون دبر راسها حنا ما حكيت الكوميسيريه تحفظت تحفظت تحفظت, تحفظت, تحفظت المسطره المسطره باش الناس اللي اللي تعاطفوا معاها باش نعطيوهم غير توضيح اللي كيمشي اللي كيعرفو خدام في حكامه وتعاطف معاها يمشي للدوسي باش يمشيو ويقلبوا من بعد مني رفضت لها المحكمه هنا مشات للمداني مشات للمداني للولفه كنتفاجئوا كدلي بهاد الورقه اللي مم... هي كونترا لا علاقه لها لاننا كنعرف شي واحد لا باع شي دار كنمشي لا نكمل لك انا مني اللي اللي, اللي كيبيع شي دار وكيشري كيمشي يحفظ ويسجل السيده ك... هاد الورقه مكتوبه في 2004 علاش تبينتها حتى 2018 ومكتوبه في فرونسي ما قاريش وبا ما قاريش اما خرجي دوري الزنقه كله بما الا كتب لك غير حرف نعطيك انا اللي بغيتي ما قاريش كنتفاجئوا بهاد الورقه اللي تبان المحكمه وجات قالت لكم ودي انا رانا بيع باكم الدار ب 20 مليون دفعت هاد الورقه للمحكمه دارت جلسات المحكمه تبين طيب لها بان ما عندهاش الحق في هادشي تحفظ لها الملف ورقم الملف اللي بغاه بلا ما نعطيه رقم الملف اللي بغاه يمشي يقلب عليه الرد ديالنا اختي هي إيه كتقول بان ما عندهاش كتبات في الزنقه اللي بغى شي حاجه غنخلي النمره ديالي في الاخر يجي عندي ويمشي نوري الدور اللي عندها عندها دار في لافارج عندها دار في لافارج عندها تولوت وعندها بارتمان دافع فيها ب 22 مليون بوسكوره في دار ولاد صالح وبابا دار في في في, في نوار كروتا هاد السيده هربت من النهار اللي جبدنا حنا بدينا كنمشيو على الكونت ديال لابونك كنجبدو على كنجبدو على الفلوس هزت راسها وزادت <applause>